السلام عليكم اخوات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم رضوان فلوكس، اليوم فيديو جديد، فلوج جديد مع الاخ اسماعيل كوماسي. السلام عليكم خويا قشقاشه، رجوله تراب الرجال، نادي ديما، نادي ديما حاضر في الميدان وكلشي عارف ورا غني على التعريف. الله يحفظك خويا كوماسي، حتى هو كلشي كيعرفو. الله يحفظك، تبارك الله، راه عنده واحد الشين، حتى هو زوينه، كيدير فيها فيديوهات زوينين وعنده سلعه نقيه. المهم انتم الاخوان المحل، السلعه كيف كتشوفوا تبارك الله راه قصاريه ماشي محل. اللهم بارك، ديما كنبارك كل الناس باش الامور تبقى غاده بخير وعلى خير، وراه قلبنا راه الله اللي عالم به. المهم الاخوان انتم راه خليوا لنا لي لايك ديالكم، لي كومونتير الزوينه، باش نوصلوا لكم اي حاجه في سوق القريعه. الاخ كوماسي غيوري لنا شي سيرفيطات وغيعرفنا على الاثمنه وموديلات، وان شاء الله المره الجايه ما غنصوروش الاخوان كلشي على حساب، حيت اللهم بارك المحل كبير شويه، ونصوروا لكم بياسات اللي غادي نحطوا في هذا الفيديو. والمره الجايه خلوا لنا لي كومونتير الا بغيتوا نعاودوا نرجعوا عنده ونصوروا لكم اي بياسه. نتوما راكم معنا، وتحياتي للجميع، وديما الجديد وديما قشقاش. تحياتي قشقاشه، الله ينورك. اليوم غادي نوري الناس الموديلات والاختلاف ديال الموديل ما بين موديل وموديل. بالنسبه للاثمنه راه كيف كنقول لكم، كاينه السلعه اللي نقول لكم الاثمنه ديالها، وكاينه السلعه اللي كنبيعوا شي مع الجمال. اجي اخويا الله يحفظك قشقاشه، من هنا مويكات الاواخر، الاواخر ديال مويكات الاليس، الاليس بقات فيها شي حاجه قليله. كاين الاواخر مونطوني تبارك الله، بشكل خدمه كاليتي، بلا ما نقول لك بلا ما نعاود لك، هات من الداخل ومن برا مونطوني، مونطوني نقي ما كيتحبب ما والو. عندي شي لا في الفراقي، بالنسبه للناس اللي كيبغي المطلوق، اللي كيبغي المجموع، اللي كيبغي المسلمي بالقب بلا قب، هانا ليفربول جميع انواع الفراقي كاينين عند خوكم. الله ينورك ديالك، ومن عند خوكم قشقاشه غادي تشوفوا اليوم جميع انواع الموديلات اللي كتواجد بسوق القريعة. كاينه النايك الاير ماكس تبارك الله، كاينه هذه، هذه فيها شي لا موديلات، فيها البيض الكري ها الكحل ديالها. هذا اخويا الخدمه ديال لوريجينال، شو السروال كيدير تبارك الله، خدمة ديال لوريجينال، كنخدموها لوريجينال. كاين الباري هادي غنية عن التعريف، الباري الباري حاكمة العالم. هذا خويا الباري في الكحل، ها الحمراء، ها اللوان ديالها، ها البيض، ولكن راه الخدمة مليحة خويا قشقاش. الله ينورك، ولكن هذاك الثوب دايرينو راه ناقص، وزيدين فيه في الثمن بالنسبة لهادي، صح مليحة، واللي كيشدها كيلبسها كعيط ليا كيشكرني عليها. التوب كولومبيا، توب مليح، صبن وعاود صبن، وعلى حساب كوماسي. الله يحفظك لي يا خويا كوماسي. هات ها الكولور الاخر ديالها، تبارك الله، تبارك الله، خليك شاده خويا كوماسي. زوينين الاكس ال، كتبدا من السمول. هانا انتم الاخوان، شوفوا معايا الطبعه ديالها كي دايره، هاد جوردن مطروزه تبارك الله، خدمه فيها نقيه نقيه نقيه. دور لي نشوفوا الدار ديالها، ها انتم الاخوان، خدمه ناديه تبارك الله، باري فين طبوعه. شحال كتبقى دابا هاد باري خويا كوماسي؟ هادي على حساب ما بين اثمنه ديال لي فان ديالنا والدراوش. بالنسبه للثمن ديال هادي راه كتبقى بثمن زوين، 250 درهم. 250 السروال ديالها، وهادو اللي كنا صورنا خويا الثمن بوحدو. الثمن ديال الجمله غيكون هابط شويه. هادو دابا اللي صورنا، هادو تاهما نفس بحال بحال، كاين بالقب، كاين اللي كتزاد شويه ما بين هذيك 20 درهم 30 درهم، هادشي اللي كاين. دابا هادو كاملين اللي صورنا دابا، هادو 250 كيبقى. اييه، وهادو اللي لتحت تاهما 250 بحال بحال. هادو اللي هنا هاد الاليس، هادي القب راه كيتزاد فيهم شويه. هادو تا هما كاين، حيت هادو كيدخل فيهم الباش، كيدخل فيهم الكلاسيك الالكتريك، هادو كيتزادوا شويه في الثمن. بحال دابا هادي الشبكة داخلين فيها شي لا توال، داخل فيها الإلكتريك، كاين المونطوني تا هو بالقب. هاد 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 التحتانيين هادو شحال كيبقاو؟ هادو تا هما بحالهم بحال الفراطي، 250 250. هاد المونطوني هذا اللي وريتي، هذا زوين، هذا مليح، تا هو ما كيتحبش طرزة، فيه لي طاي، فيه كلشي. بالنسبه لهذا الشيء راه الاثمنه ما كتعداش 300 درهم، حيت كاينه شي بياسه زايده ب 20 درهم، زايده ب 30 درهم. فهمتيني؟ هذا المونطون هذا كيمشي بسروالو. ها هو السروال ديالو، السروال مليح فيه.
السروال كي افتك لبس السروال بوحدو مجموع من تحت شي هذا راه سمول هذا وما كيتحبب ما والو شحال كيبقى هاد الانسومبل هذا ما بين 27 300 هانتوما الاخوان راه كيف كتقولوا لي صور لينا بياسات ديال الدراوش اثمنه مناسبه انا جبت لكم سلعه عند اخ كوماسي شي حاجه ضربانه راه على حساب عاود ثاني المونطوني راه كاين مونطوني اللي ما ساويش كيجيبوا بنادم فهمتيني كيخدموا به السلعه كيلوحوا بواحد الثمن اللي ناقص انت كتشوف كدور راه كيقول لك واحد المثال المتشطر كيتغدى جوج المرات فهمتيني دابا كيجي شي نوع ما عارفش الثوب ما عارفش الخدمه ما عارفش يعني كتبان لي زايده واحد 40 درهم كيقول لك لا راه غلى عليا هو راه ما شافش هو الثوب كيدير والخدمه ما عارفش الخدمه ما عارفش الثوب كيجي كيمشي كياخذ هذيك البياسه اللي ناقصه حنا هاد القناه هادو علاش دايرينهم باش كنتواصلوا مع الكليه وكنفهمهم الثوب كنفهم وكنوصلوا لهم اي حاجه والسلعه اللي دايره في السوق والله يحفظ دارو شاد التليفون ولا شاد الكتاز وكيفهم هادشي اللي كاين فهمتيني راه كاين السلعه راه قد يجيب لك هذه طبعا والثوب ناقص ويبيعها بالثمن بصح وديك الكابا اللي حدا تقلع على هذه بواحد 1000 ريال ولا 40 درهم انت كتفرح الاخر زاد عليا ملي كتمشي للدار كتلبسها يا كطوندا لك يا تقد كتجمع فوالا وتبدا تحبب لك اللبسه الاولى الثانيه كيبان لك تحباب باش تكونوا فاهمين شكرا على المعلومه اخويا اسمعني ديما خذ كاليتي شوف زايده 20 درهم 30 درهم 40 درهم 1000 ريال ما يهمكش انا النوع اللي كيقول خويا زايده 1000 ريال ماشي مشكله تكون خدمه نقيه هذوك كيعجبوني هذاك اللي كيتشطر على راسه راه كت بصح كيشريها كيتربعها شهر وكيعاود يشري واحد اخرى وهذاك اللي كيشريها كيتربعها 6 شهور عام مثلا فهمتيني تقدر ويقول فلوسها حلال صح واش فهمتيني خاص الكليان حتى هما يتساعدوا ويتفاهموا الوضع مع الناس راه كاين واحد دابا سلعه الشينوا كندور ندور على الشينوا ندور على التركي كاين سلعه الشينوا كاين اللي كتجي للبلاد كتباع الجاكيطه بوحدها ولا صورفيت ب 1200 كيجي واحد كيقول لك لا غاليه لا اش كاينه ديال الشينوا الهوت كام صح راه كاليتي هاي عندي واحد السلعه الوراد ديال الشينوا هاد الكاب هذه هادي فحال الكاب هادي اش نقول لك دارت عليها فهمتيني ولكن بقى عندي فيها شي ثلاثه البياسات خدامنا فيها شحال كتبقى تاعي هادي هادي دوزناها ب 270 درهم فهمتيني دابا شحال كتبقى الجمال دابا 250 درهم 250 هادي حتى هي بعناها ب 270 260 بعناها جمله ب 250 هادي هادي لبستيها راه غليظه وماشي هذاك اللي كت هات تبارك الله غليظه واقفه راه لبسوها من تشوفها من تشوفها من تشوفها خويا كوماس دوزت فيها جميع الالوان بالكحل بالكري جميع الالوان دازت فيها الله يعمرها وهذيك البارا تاعي هادي شوف هادي هنا فين نوريهم الفرق اجي تشوف اجي معايا خويا باشا هات شوف هادي تبارك الله هادي زوينة فعلا هادي غتبقى ب 199 درهم قول 200 درهم 200 درهم كاينه واحده اخرى غنوريها لك هذه كتباع ب 25 ولكن ثوب خدمه نقيه وانا نوريك راه لا فرق بينهما غير هذا كيف ما قلت لكم هذا شو الثوب كيدير صح ها هي شو هذه الثوب كيدير هذه راه جاوب فيها شي 4 الوان بقاو فيها جوج الوان حيت هادو على قبل الاوريجينال خدمنا هادو زايدين ها حتى هادي ثقيله شو كي كتبان الكاميرا تبان لك غليظه لا باينه مزيان شوف هذيك مخدومه لا تبارك الله كاين الفرق كاين الفرق كاين الفرق كبير ها هانتوما اخوان كيما قلت لك قد يجي كليان كيقول لك لا راه واحد حسب عليا بكذا وكذا لا 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 كاين الفرق اخويا فهمتيني بزاف يجي واحد يقول لك لا راه حسب عليا بكذا وكذا كتقول لي حتى راه ما يمكنش دابا هذيك قلتي كتبقى 199 قول 200 وهذه ب 250 يعني الاخوان راه باين الفرق راه ديك ال 1000 ريال اللي زايده راه زايده في الكاليتي وفي الثوب وفي الخدمه وفي اي حاجه كاينه هاد الجاكيطه دوينه على الشينوا كاينه هاد الجاكيطه هذه هاي هاد الجاكيطه هادي اوريجينال راك دويت على اوريجينال اوروبا اوريجينال اوروبا دايره 1600 حتى 1650 انا عندي اوريجينال شينوا ماشي اوريجينال اوروبا اوريجينال شينوا راه خصكم تفهموا الفرق اوريجينال شينوا
محطوطه ختها واحد ثمن انا نوريك واحد ثمن السلسله فيها الطبعه ديال الاوريجينال تبارك الله شو التيكيتا كي دايره هذه السمول هذه واحد ثمن الطاي حاطينو ديال الاوريجينال خدمه مجموعه خدمه فيها مجموعه كتبان اوريجينال ديال هادي كنحسبها جملة ب 52 ألف فرنك الله يسهل على كل واحد تبارك الله بعناها ب 650 بعناها ب 700 فهمتيني هادي كنحسبها ب 52 ألف فرنك جملة شوف دوب السلسلة فهمت شحال من الفوق ومن التحت تم اللبسة ديالها شوف كي كاتبها لك هادي راه السمو تبارك الله جاتك نادي يا خويا ساكينة هادي كتبقى ب 55 ألف فرنك جملة ولكن راه حتى هي راه ما يمكنش شو راه خدمة هذه شو هاد السلسلة ديالها كي دايرة هادي أوريجينال شينوا شو الراس هنا تبارك الله يعني راه كلشي باين وواضح راه ملي كتجي كتشوف شو التيكيتا كي دايرة شو الخدمة ديالها من الداخل كي دايرة شو تبارك الله بين اخويا كومات ناضي كان وهذيك اللي لابس انت شحال كتبقى بثمن بياسه ثمن بياسه راه على حساب الكليان كاين اللي مسكين كيجي ما عندوش فلوس زايده المهم كدير المهم انت غدير معنا ثمن الجميع ثمن زوين شوف اللي كيجي ضروري يمشي نقدو نسمحو لا فهمتك غير مثلا شحال تبقى ليه كاع اللي جا مثلا ولا 55 والاخرى اللي قلتي هذيك حيت هادي جملة نحسبها 52 هادي 52 جملة وبياسة 55 والأخرى هادي 600 600 درهم بياسة بياسة جملة اللي بغا وبالنسبة لهادي تايرة شينوا تبارك الله هادي شينوا هادي كتبقى ب 33 ألف تبارك الله فيها خدمة نقية شي بالسروال ديالها لا هذا الفوقات الفوق ياك هادو راه دايرين 75 ألف فرنك دوريجين تبارك الله وكاين في لوروب فوت لوكر الله أعلم شحال دايرين اليوم ما عرفت تبارك الله كاين السلعة أخويا كوما السلعة الشينوا مليحة وتما نساوش الكاليتي ديال البلاد راه ولاو البلاد كيخدموا ها ولاو كيخدموا راه اللي اش نقول لك اللي كيدخل التوب كيدخل الكاليتي كيخدم صح فهمتيني واللي كيعربز راك عارف واش سلعه القريعه هي سلعه كراج علان؟ لا كاين فرق صح كراج علان كاينين هادو اوريجينال هادو دوريجين 100% هادو كنحسبهم للكليان والحباب والناس الزوينين كياخذوهم ب 700 درهم 700 باش كنحسبهم اي واحد بياع وشراه كيجي كنحسبها ليه ب 700 الله يسهل عليه صح فهمتك خويا هادشي اللي كاين وهاد المونطو هذا هادو صافي سالات ساعتهم سالات ساعتهم غير بغينا نعرفو الثمن ديالهم هادو النوب الاولى كانوا دايرين 300 جمله جمله ب 300 كيديو الناس سيريات ماشي بياسه دابا شحال صافي طاحوا في الثمن طاحوا في الصومه كاين اللي بغيها لا كاين اللي بغيها ولكن السوق وقع في هادو خرج فيهم واحد الموديل اخر ناقص ما كان واحد الموديل ديال 180 درهم عيان ما دولهم العربازه شدوا اللي جا اللي كان موقف في الماكن ما كثيره في الماكن فهمت كلشي خدمهم كلشي لاحهم السوق هذا مليح هذا عيان هذا ناقص كله كيفاش خدم الخدمه ديالو صح ملي تعرمات السلعه في المحلات ما بقى باغيها حتى واحد فهمتيني فهمت خويا اللي كيجي كيشوف السلعه هذه ماشي بحال هذه ولو كيقول لك السلعه الاولى الاوريجينال لا راه ماشي الاوريجينال راه داير 1400 راه حيت الكاليتيات كيتختلفوا راه كاين بروميير كاليتي دوزيام كاليتي تروازيام كاليتي نقول لك واحد راه الا كنتي في السوق خدام في السوق الا بغيتي تخدم جيب المليح حيت ملي يجي عندك واحد الكليان ويدي واحد البياسه ويرتاح فيها كون اكيد غادي يعاود يرجع عندك صح والمعقول هو اللي كيعيش اخويا اسمع شي انا ناكل 20 درهم في البياسه مع الكليان
وما ناكلش 3000، ما نجيبش ليه بياس احلاس ونبيع عليه وناكل معاه 3000 100 درهم. ولا ما يرجعش عندك. الله يرحم الوالدين. ما يرجعش عندك. ناكل انا معاه. تحرق راسك انت شايف. ونصيفطك مرحان ونقعد نبيع لك براس المال ونصيفطك مره اخرى. مره جيت. جوج دراري ثلاثه دراري. ونذبح معاهم. معاهم وهي غاده غاده السفينه، السفينه ما توقف. شحال كيبقى الثمن ديالو؟ هذا دابا 25 23. تبارك الله تمن زوين ولكن خدمه مليحه ومن فوق وبسكراتش. اما الاخرين كاينين نفس السلسله ما بقاوش عاد ديال هادو كلهم مشاو. ها الخدمه الاخرى في النوار ديالها. هذه الخدمه الاخرى، هذه الخدمه الثانيه ياك. هذه الخدمه الثانيه، هذه ما فيهش بحال هذا الشيء. فيها السلسله بحال هذا الخدمه البرد يبقى يدخل من السلسله. تشوف شوف الخدمه الثانيه. خدمه ناقصه. خدمه ناقصه باش كلشي يكون عارف. شحال دابا هذا بشحال بعتوه اخويا اسماعيل؟ هذا كانوا دايرين ليه النبل الاولى 25000 فرانك جمله. النبل الاولى دابا شحال ولا داير؟ كانوا دايرين ليه 300 درهم جمله. دابا هذا التحتاني شحال ولا داير؟ هذا واش نقول لك طاح في الثمن. 150 درهم بحال ما كان. طاح في الثمن. وشو تم من ناحيه الطبعه؟ شو هذه الطبعه قداش؟ شو هذا الطبعه قداش؟ هذيك طبعه كبيره. هذا السامبل طبعه قداش؟ سامبل وهذا فيه البولير من الداخل. شي البولير بولير كامل هذا يعني تلبسو سخون. وهذيك الاليس عجبتني ديك الاليس. اليس مليحه اللي حدا النورد فيس. هذيك كتبقى ب 25000. 25 هذه بلاكم طرزه تبارك الله. لا باينه باينه عجبتني. هاليان كيس حتى هي النورد فيس. نورت فيس هادي راه النهار خرجات دارت غزاوة دارت شي 400 درهم. ناضولات هي نفس الديكور العربازة وكذا كان. شدوها كل واش كيخدم فيها كل واش كاين اللي دار لها باندا كاين اللي خدم ديال النساوي اللي فيها الشوب هنا. والله الا خدموا ديال النساوي وهاديك ديال النساوي ما عارفينهاش. شدو خدموا لها الجيب بحال ما هكا وهي ديال النساوي. وكاين اللي كيجيب بنادم كيلبسها وكاين اللي سولداها ما خدماتش ملي عاقوا بها الناس وشرحنا الناس ان راه واحده ديال النساوي واللي فيها الجيوب بحال ما هي ديال الرجال. فهمت. شدوها الناس كيلبسوا سلعه النساوي كيلبسوها العباد الله. علاش؟ حيت بنادم كيبان ليه الفيديو في اليوتيوب ما كيدخلش يستافد كيدوز. صح. هو على غرضه يدخل اليوتيوب يشوف اش كاين وصافي. صح. دخل قلب. شكرا لك اخويا اسماعيل عرفتينا على بياسات. الله ينورك لي اخويا اسماعيل. تحياتي لك. الله يحفظك ليا. الله ينورك. شي لا كاين ما نوريكم. الله يحفظك. غاتابوناو في هذه القناة ديال خويا قشقاشة وراه تبقاو تشوفوا ديما راك يوميا قشقاشة كيوريكم الأواخر. راه تانا براسي متبعو نادي كنادي. الله ينورك خويا اسماعيل. لا خوات بلا صداع بلا عجعجة. كاين خويا قشقاشة تحياتي ليك. شكرا. المهم الإخوان الأخ اسماعيل تبارك الله. عرفنا على بياسات نقيين واثمنة وشرح لنا الفرق ما بين دوزيام كاليتي وبروميان كاليتي. وان شاء الله الاخوان راه غنخلي لكم القناه ديالو في الشاشه. دخلوا حتى هو تابوناو معاه راه كيحط الجديد وعنده بياسات نقيين. والله يسخر الامور للجميع. المهم الاخوان حنا راه كنوصلوا لكم ديما المعلومه وديما الجديد. قشقاشه راه موعدكم القريعه كامله نوصلها لكم حتى لديوركم. نادي قشقاشه خويا. وانتم خليو لنا لي لايك لي كومونتير الزوانه باش تحفزونا باش نجيو عند بحال هاد الرجال هادو نصوروا معاهم وورونا اي بياسه وعطونا المعلومات ديالنا. اي وقيت اخويا قشقاشه الله ينور خويا اسماعيل. وتحياتي للجميع وشكرا للمغاربه كاملين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. شكرا للجميع وشكرا لاي واحد كيقول فينا كلمه زوينه. وراكم عارفين ديما شعارنا ديما الجديد وديما قشقاش.